جئت بكل شيء بحق هذا الجنزير، ليش هذا الجنزير حاطينه هنا؟ هذا السلسال. يا جماعة بس السلطان وحده، يعني السلطان كان بيركب على الخيل وبيدخل من هذا الباب. تعرفوا الخيل بيكون عالي، والسلطان إذا كان على الخيل بيضرب راسه، عشان ما يضرب راسه السلطان ايش بيعمل؟ بيوطي راسه. هذا ايش بيصير؟ احترام على الجامع. عشان يحترم السلطان على الجامع هو فايت على الخيل حاطينه لهذا السلسال. بعدين يا جماعه بيربط الخيل في هذا الشباك وبيدخل على الداخل. الان تفضلوا انتم اربطوا الخيل وتفضلوا ندخل على الجامع. شكلي راسها حمرا. ابنو الخيل. شاید دخونی ایوه شاید بگو برای چهار سنده ایوه سوی ما نمشی بسرعة نكمل في الداخل لأنه في ضغط كتير. استلم الإدارة حكم 14 سنة وتوفى، وهو رتبته كمان 14 هو السلطان أحمد. في رواية قصيرة بحق الجامع يا جماعة، هذا الجامع كمان مبني في عام 1609 إلى 1616، يعني بخلال 7 سنين مبني هذا الجامع. في رواية قصيرة هذا السلطان أحمد بيتأثر من منظر آيا صوفيا كثير، مسجد آيا صوفيا، لأنه كان بس مسجد وقتها، أولا كان كنيسة، بيتأثر من منظر آيا صوفيا كثير، بيقلوا على المهندس. يا جماعة هلا تاخذوا صور بعدين، بس دينيكن يكونوا معي، اسمعوا اوكي؟ دينيكن مش مشكلة. احنا عم نصور لك الحديث كمان. اوكي شكرا. يا جماعة بيقولوا على المهندس بدي منك جامع، بتبني لي جامع يكون معدني من ذهب. هذا المهندس رايح يكلفه كثير من حسابه، إذا بنى معدني من ذهب، راح بنى له 6 معدنات، طبعا المعدني الذهب معناه ألتن بالتركي، ألتن. هذا راح بنى له 6 معدنات، الستة معناها ألت بدون نون. جاء السلطان على الجامع قال له وين المعدنة من ذهب وليش ال6 معدنات؟ قال له أنا فهمت منك ألت مش ألتن. قال له بهاي القصة بنيت لك 6 معدنات. بوقتها يا جماعة طبعا هاي رواية، لأنه هو السلطان أحمد من أول إنشاء الجامع لآخرها بيشتغل مع العمال، بينكر حجر كان مع العمال. يا جماعة قلنا هاي رواية. الجامع شايفين القبة المركزية 43 متر ارتفاعها عن الأرض. هاي ايش بتدل؟ لأنه المهندس كل ما كانت القبة عالية بيكون المهندس هكذا اللي هو عظيم. هاي ارتفاعها 43 متر. ارتفاع قبة آيا صوفيا كان بتكون
56 ونصف متر، يعني بتزيدها 13 متر ونصف، يعني المهندس ما وصل قبة آيا صوفيا لأنه تأثروا من آيا صوفيا كلها وبنوا الجامع، بس ما وصل الكبة. إيش صار؟ هذا صار 56 ونصف وهذا 43 متر. يا جماعة كمان الأجانب بيسموا لهذا الجامع بلوموس، اسمه الجامع بلوموس، جامع الأزرق. ليش مسمينه جامع الأزرق؟ شوفوا هو لون الغالب لون الأزرق بيكون، لون الثاني لون الأخضر. ليش طبعا ليش مسيرينه أزرق ومش غير شيء؟ مسيرينه أزرق يا جماعة لأنه الأزرق بيريح العين. إذا كنتوا تعبانين ما بتطلعوا لحد يابس، وين بتطلعوا؟ على البحر. بعد البيت واحد بيجي بيصلي هنا بيشوف بعد الصلاة بيطلع لفوق بيشوف لون الأزرق بيريح حاله بينسى كل التعب اللي معه. ولون الثاني ايش بيكون؟ هو لون الأخضر. ليش الأخضر؟ لأنه ما بيطلع لحيط يابس، بيطلع على الغابات الجمال. في كمان يا جماعة هذا البلكون شايفينه هنا مكتوب عليه يا حضرة بلال حبشي، يعني هذا بلكون المؤذن بيكون، وبجنبه باليسار في المنبر. أشكل المنبر مكان طويل هكذا بيكون، يعني الجامع إذا كبير المنبر بيكون طويل، وبالوسط في المحراب بيعطيك جهة المكة جهة القبلة يعني، وباليسار في بلكون كمان هذا بيسموه هنكار مهفلي، يعني مغفر السلطان. السلطان بعد صلاة الجمعة كان بيستمع شكاوات الشعب بهذا البلكون. يا جماعة كمان في بوسط الكبة مش بالقبة المركزية شايفين مدورات بيكتب فيهن الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي حسن والحسين. هاي ايش بتدل؟ انتوا الان في مسجد سني مش شيعي، لانه بإيران بمسجد الشيعي ما بيعترفوا فيهن أبو بكر عمر عثمان، بيعترفوا بس بعلي حسن والحسين. هذا بدل انتوا بمسجد سني الان. Sen başla lan işte sağ zaten grup az. Oradan da. Bu mahkeme bu ilk işe. Hazal oyun. يا جماعة كمان في قصة رايح أحكي لكم، هي قصة قلنا المهندس ما راح لحق قبة آيا صوفيا بهذا المسجد، بس هذا المهندس بيكون تلميذه لمعمار سنان، هذا البناء لهذا المسجد. تعرفوا لمعمار سنان سمعتوا فيه؟ هو بيكون معمار دولة العثمانية، كل الحمامات الحنفيات المسجد كلهن هو بيبنيهن، يعني المعمار سنان هو فهمان كتير كمان. ما حدا غدير لحق قبة آيا صوفيا، بس هو هذا معمار سنان بحدود اليونان بنى جامع اسمه سليمية في مدينة ادرنا. في سليمية لحق ما لحق قبة آيا صوفيا، بقاله 4 متورة تيوصل قبة آيا صوفيا، بس بعدين فات بكم قصة لقبة آيا صوفيا، يعني لمسجد آيا صوفيا فاتوا بكم قصة. ايش هالقصات؟ شافوه لمعمار سنان بأرجل في وسط الجامع. يا جماعة في وسط الجامع في ايده الأرجلة وبيأرجل، راحوا شكوا لها السلطان. اجى السلطان قال له انت كيف بتأرجل في بيت الله؟ قال له انا مش بأرجل في بيت الله، هاي اولا بجرب صوت المي، اذا في كل زاوية نفس الشيء او لا بيطلع صوت مي من الشيشة، بيقول له اذا بكل زاوية نفس الشيء ما رايح بدل ولا قصة في الجامع، بس اذا ما نفس الشيء رايح بدل كم قصة في الجامع. والثاني قصة ايش هي يا جماعة؟ الثاني قصة هذا ما بيأرجل معسل، مش تنبق بيأرجل، بيأرجل عشي عطر بالشيشة بيكون. تعرفوا الشمعة بتكون واطية بتوسخ الحيطين، بيخرج منها الدخان بيوسخ الحيطين، هذا بيجرب الدخان كيف بيخرج عشان ما يوسخ الحيطين. بيبني فوق باب المركزية غرفة لها نافذة من الداخل ونافذة من الخارج، الدخان اللي بيخرج من الأرجيلة إلا اللي بيدخل من واحدة نافذة بيلتم بالغرفة. يا جماعة بيلتم بالغرفة بعدين بيصب حبر، تعرفوا الدخان بس المحل بيصب منه حبر، وهذا كله السيراميك وكل شيء بهاك الحبر مرسوم. كمان مصروف هنا 21 متر مربع سيراميك من مدينة إزمي. يا جماعة لا اليوم يجوا من أمريكا موظفين بهذا الشغل تيعرفوا فنه لمعمار سنان، من أمريكا من أوروبا من أي مكان يجوا يضربوا اللازر
تعرفوا من وين بيخرج هالدخان، ليش هالدخان هكذا اللي عنيد، ما حدا بيعرف. معمار سنان خلاه سر له بهاي الكسات، فات لحد صوفيا يعني ما تمت مشكله، لانه فات قصه صوفيا بكثير. وهذا كنا كله السيراميك من مدينه ازنك على طريق بورصه مدينه ازنك، اشهر انواع السيراميك مصروف هنا يا جماعه. الان رايح حددلك الوقت يا جماعه.